معنا لمناقشة الموضوع من لندن السيد قصي المعتصم الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية. أستاذ قصي مرحبا بك. يعني الحرس الثوري الإيراني وصف الجيشين العراقي والسوري أنهما يمثلان العمق الاستراتيجي للعراق، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بالضبط، هو إيران تعتبر أن العراق تحديدا هو العمق الاستراتيجي الحقيقي لها، ومن خلاله تنطلق الى تنفيذ عمليات وهيمنه سواء في سوريا او في باتجاه لبنان. ايضا الحرس الثوري الايراني متدخل بشكل واسع في الميليشيات العراقيه، وقاسم سليماني هو من يقود هذه الميليشيات داخل العراق، ولاحظنا عده مرات موجود في كل المعارك، وهذا يعني ان العمليه القادمه اللي هي تهدف الى اشراكهم في الانتخابات العراقيه هي نقلة خطيرة جدا في مستقبل العراق، لأن هذه الميليشيات ستسيطر سياسيا وعسكريا وأمنيا على كل العراق، وبالتالي العراقيون أمام حالة جديدة يجب أن ينتبهوا لها ويجب أن يضعوا في حساباتهم. إيران تعتبر أن الجيش العراقي هو خاضع للميليشيات، يعني حاليا هذا الموجود على الأرض، وبالتالي تحاول أن تسميه بجيش عقائدي. هذا ما ايضا طرح في السابق، جيش عقائدي معناها ارتباطه بولايه الفقيه في ايران، وهذا موجود الان ولكن بشكل غير معلن. هذه هي حال الواقع الايراني في العراق اليوم. تقرير لمركز بروكينجز للابحاث يقول ان اي محاوله لتفكيك ميليشيا الحشد يجب ان تاخذ الدور الايراني بعين الاعتبار. إلى أي مدى برأيكم أستاذ قصي وصل نفوذ طهران لكي يصعب كبحه إلى هذه الدرجة؟ أعتقد أن هذا الكلام هو صحيح، لأنه إيران هي التي تدعم هذه الميليشيات وهي التي تأمر بأمرها، وهذا لاحظناه في الكثير، وإذا لاحظت حتى في عمليات طرد داعش من صلاح الدين كيف انسحبت قيادات الميليشيات وذهبت إلى إيران، وهي اصلا يعني بالواقع العملي لا تخضع لرئاسه رئيس الوزراء نهائيا، بل انها لها اجندات خاصه بها، والبعض منها يخضع لرئيس الوزراء والبعض الاخر بنفس الفصائل يخضع لايران، وهذه من اعترافات الكثيرين منهم. الحشد الشعبي او الميليشيات اليوم تمثل خطر جسيم على العراق، كيف الخلاص منها؟ هناك الكثير من الاساليب، ولاحظنا ان انتفاء ايران في حاله تعرضها من الداخل لانتفاضه وفوضى داخليه، هذا هو اعتقد العلاج الوحيد اللي يجعل ايران تخشى على ايران نفسها من التقسيم والدمار، وبذلك تسحب كل ما لديها في الخارج لحمايه الداخل. تقرير استاذ قصي لموقع ديفنس بوست يقول ان طهران تحاول اقناع الاحزاب الشيعيه لتشكيل اغلبيه عظمى. ما دلالات هذه السيطرة الإيرانية على المشهد السياسي والعسكري في العراق؟ هذه اللعبة الآن بدأت وكنا نتوقعها. حزب الدعوة المدعوم من إيران وهو اللي يدير العملية السياسية منذ 15 عام، بعد أن فقد شرعيته وفقد جمهوره وحتى رجال الدين فقدوا يعني أهميتهم بالنسبة للشعب العراقي، لجأت هذه الأحزاب الدينية المرتبطة بإيران لتعدد الكتل ونأي بنفسها عن موضوع يعني دعم احد الكتل. هذه طريقه جديده لكي يوهموا العراقيين انهم بعيدين عن السياسه، ولكن حقيقه الامر انه كل هذه الكتل الان تظهر، سواء العبادي سواء الحكيم سواء المالكي، كلها بعد الانتخابات ستجتمع مره ثانيه لتشكل حكومه الاغلبيه. يتساءل البعض استاذ قصي كيف لحكومة بغداد أن تربط البلد بإيران التي ينبذها كل العالم وهي في شيء من العزلة السياسية؟ الحكام العراق ليس بيدهم أي شيء، هؤلاء جاءوا مع الاحتلال، هؤلاء جاء بهم من الشوارع لكي يكونوا سادة على العراق وحكام على العراق، لا يتمتعون بأي مصداقية تجاه الشعب العراقي، الشعب العراقي لا يثق بأي منهم. كل الشعب العراقي الآن، كل الشعب العراقي يدرك أن هذه الطبقة السياسية هي طبقة يعني مجرمة وقاتلة وناهبة لأموال العراق، ولكن من جاء بهم هو من يدعمهم الآن،
والميليشيات هذه هي جزء من حفاظ على هذا الكيان. طيب العملية يعني تحتاج ل يعني إرادة وتحتاج إلى جهود كبيرة لكي نتخلص من هذه هؤلاء السياسيين ولكي يأتي بأفضل منهم أو يأتي بناس وطنيين يحكمون العراق. حديث المسؤولين الإيرانيين أستاذ قصي الآن عن تحالف استراتيجي بين الجيش في العراق ونظيره الإيراني، إلى أي مدى يرجح ربما سيناريو تحول العراق إلى ساحة مواجهة؟ أعتقد أن هذا الأمر يعني الكلام فقط، لا يمكن أن تسمح الولايات المتحدة أو الدول الإقليم حول العراق، دول تركيا السعودية، لا يمكن أن تسمح أن تكون السياسة العراقية منضوية تحت إيران وتنفذ ما تريد. إضافة إلى الولايات المتحدة تشعر أن إذا ما سيطرت إيران على العراق هذا يعني إنهاء وجودها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهذا لا يدخل في ضمن استراتيجية الولايات المتحدة. اليوم استراتيجيتها تغيرت، هي تريد أن تحتوي العراق وتطرد كل من موجود على أرضه، ولكن بمراحل وبطرق متعددة. سنشهد الأشهر القادمة هذا الأمر سينفذ على أرض الواقع، لا محبة في العراقيين، ولكن المصالح الإقليمية والدولية تطلب ذلك، وأمريكا تعلم أن فقدانها للعراق يعني فقدانها لكل أصدقائها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. ولذلك الآن التوجه والمعلومات تشير إلى أن هناك دور أمريكي قادم لتحجيم إيران وإنهاء سيطرتها على المشهد العراقي. وأنا أعتقد أن العملية السياسية في العراق الآن برمتها خلال الأشهر القادمة ستكون خارج تصورات البعض، لن تبقى هذه الطغمة موجودة، ونعمل أن يكون هناك تغيير في مصلحة الشعب العراقي. طيب أستاذ قصي، أخيرا، حديث حكومة العبادي عن السيادة والاستقلالية، حتى الاستقلالية في القرار، أين موقع هذه السيادة والاستقلالية في ظل هذه التدخلات؟ هذه السيادة موجودة عندهم بس في المنطقة الخضراء واحد على الآخر، أما السيادة على العراق لا، موجودة السيادة العراقية أين هي؟ 18 دولة لديها جيوش، حتى هذه العمليات الأخيرة التي تجرى غرب الأنبار لابد أن يشترك فيها التحالف الدولي. كل القوات المسلحة العراقية غير قادرة على القيام بأي عملية حتى عملية بسيطة ما لم يكن التحالف الدولي موجود. وهذا ما يدعي الحشد الشعبي، يدعي أنه قاتل وأنجز وحرر. يا ريت يكون في برنامج خاص للموضوع، أتحدى الحشد الشعبي إن كان قاتل أو حرر شبه من أرض العراق، كله بالإعلام فقط. أنا أتكلم لك بأكاديمية وبتخطيط ودراسة، هذا الإعلام هو من خلق هذه الهالة للميليشيات والحشد لأغراض الانتخابات التي هي تجري الآن. شكرا لك أستاذ قصي المعتصم، الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.